نشوف التطور الكبير والرهيب اللي قاعد يصير في مملكتنا المملكة العربية السعودية تماشيا وتوافقا مع رؤية المملكة 2030. المنطقة الشرقية شهدت انتفاضة رهيبة في مجال التطوير، انطلقت أكبر المشاريع الجديدة، وجهات ترفيهية جديدة راح تعزز هذه الأماكن الترفيهية وهذه المشاريع مكانتهم أكثر على خريطة السياحة المحلية والعالمية. كمان من ضمن أبرز هذه المشاريع العثيم سيركل، وأيضا جوهرة الخبر، وكمان الريدس كارلتون، وأيضا الماف بي، وكمان العثيم بار. طبعا العثيم بار يعتبر مول تجاري وفندق، واحد من أكبر المولات التجارية في مدينة الدمام. ماف بي راح يضم المشروع كثير المقاهي، المطاعم، وغيرها من المعارض التجارية. أما بالنسبة للريدس كارلتون ما يحتاج أني أشرح لكم عنه أكثر، لأنه أعلنت شركة ريتال بالتعاون مع صندوق التنمية السياحية عن إطلاق فندق الريدس كارلتون كأول منتجع راقي في المنطقة الشرقية على شاطئ الخليج العربي. طبعا هالمنتجع راح يشمل كثير من المطاعم العالمية والمرافق الصحية والترفيهية المتنوعة. أما إذا جينا نتكلم عن جوهرة الخبر، فهي واحدة من أهم مشاريع مدينة الخبر المستقبلية، ويعتبر وجهة عصرية رهيبة تجمع بين التسوق، العلامات التجارية، ومجموعة كبيرة من المطاعم وصالات السينما والألعاب الرقمية والحركية. أما بالنسبة لعثيم سيركل، وواحد من أحدث المشاريع السياحية في كورنيش الخبر، المشروع أكيد يضم مرافق ترفيهية وتجارية ونادي رياضي في المشروع الأساسي للارتقاء بجودة وأسلوب الحياة المواطنين والمقيمين، ويشمل تنوع الخيارات والأنشطة الترفيهية والاستثمار في قطاع الترفيه. التطور يشمل كل مناطق المملكة، لكن الشرقية انتفضت انتفاضة خاصة بعرض هذه المشاريع اللي راح تنجز قريبا بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله نشوف كمان تطور في جميع المناطق في السعودية.